قبل ما ابدا الفيلم هقول لك وحشتنا يا صديقي. والله يا صديقي انتوا بتطلبوا ريميكسات غريبه، فيكم اللي بيطلب رومانسي واللي عايز اكشن واللي عايز دراما واللي عايز حجامه واللي عايز كمامه. فقررت النهارده اعمل حاجه فخامه، الفيلم حاله من الاكشن والدراما والرومانسيه التي لم ولن تتكرر ابدا. كل اللي عليك تصبر في البدايه علشان تستمتع بالنهايه، والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم بفيلمينكي اللي بيكون في مستشفى سان، هو مستني مراته بفارغ الصبر تولد، وفي نفس الوقت مراته رانديب رئيسه في الشغل بتكون بتولد في دور الناس الاغنياء فوق. وفعلا التمرجي بيخرج له وبيقول له مبروك مراتك جابت ولد. فين حلاوتي بقى؟ بيقول له لو عايز حلاوتك بجد يطلع واستنى رئيسي فوق، هتلاقي فيه امير اتولد هيديك اللي انت عايزه. وفعلا مرات رانديب بتجيب ولد هي كمان، والدكتور بيقول للممرضه نضف الواد كويس وحطيه جنب امه وخلي بالك منهم قوي هما الاثنين، وانا هروح اريح ساعتين وهبلغ باباه وجده ييجوا المستشفى. وفعلا الممرضه بتنضف الطفل وبتوديه عند مامته، ولكن الغريب ان الطفل ما بيتحركش، حاولت تفوقه ولكن ما بيفوقش، بتحط ايديها على مخارينه برضه ما بيتنفسش، بتسيبه جنب والدته هو بتروح جري يتكلم الدكتور. بيكون في المينكي معاه تليفون بتقول له ابوس ايدك اخرج بسرعه. بيقول لها حاضر يا بنتي مالك في ايه؟ بتقول له ابن رئيسك رانديب اتولد كويس ولكن دلوقتي ما بيتنفسش وخايفه الناس الاكابر دول يتهموها فيا ويعملوا حاجه فيا. بيدخلها تتكلم بتحط نص جنيه وبتطلب الدكتور، ولكن مره واحده في المينكي بيقفل التليفون. بتستغرب بيقول لها انا وتضحي يا بنتي، هحط لهم ابن اللي عايش بدل ابنهم اللي مات. بتقول له قصدك ايه يعني؟ بيقول لها زي ما فهمتي، هاخد ابنهم الميت احطه جنب مراتي وابنهم اللي عايش هحطه جنب مرات رئيسي، الناس دي لحم كتافي من خيرهم، لو ما ضحيتش علشانهم هضحي علشان مين؟ بتقول له طب ومراتك؟ بيقول لها انا متاكد ان ربنا هيعوضني وهيكرمني الطفل تاني، اهم حاجه سعيد العيله دي، انا عايش وسطهم وعارف قد ايه هم مستنيين الطفل ده. الممرضه بتستسلم للامر الواقع وبتروح معاه، وفعلا بيروح ياخد ابنه من جنب مراته وبيروح اوضه مرات رئيسه، بياخد ابنهم اللي مات وبيحط ابنه مكانه. الممرضه بتاخد الواد، ولكن وهم خارجين من الاوضه مره واحده الطفل بيفوق. الممرضه بتفرح قوي وبتقول له الحمد لله ده طلع عايش، يلا علشان نرجعه. فيلمينكي بينصدم وبياخد منها الواد، بيقول لها مستحيل. بتقول له ازاي؟ المفروض انت كنت بتضحي علشان تساعدهم ولكن دلوقتي ابنهم طلع عايش. بيقول لها تضحيه مين؟ عايز انا اضحي علشان الناس دي؟ الخير اللي هم فيه انا كنت معاهم فيه خطوه بخطوه، من حق ابني يعيش في النعيم بتاعهم وابنهم يعيش حياه عاديه معايا زي ما انت شفتي. ابنهم لما كان معاهم كان بيدعي الموت، وما خرج فاق وبقى زي الفل اهو، الظاهر انه فقري وبيحب الفقر زيي، سيبي ابني عايش في النعيم معاهم. بتقول له مستحيل انا هفضحك. وهي بتحاول تشد منه الواد بيزيحها من غير قصد بتقع لتحت وهو رجليه بتتكسر. في الوقت ده رانديب بيحضر في المستشفى هو وابوه اديتا. رانديب بيقول له ايه اخبار ابنك يا فليمينكي؟ بيقول له اهو زي الفل، انا كنت طالع اتمشى بيه. بيقول له انا كمان هخش اطمن على ابني. اديتا بيقول له انت كويس؟ بيقول له مفيش حاجه. بيقول له طيب الف مبروك، او بيسيبه يمشي. بتعدي زي ما فليمينكي كان عايز، وفعلا تاني يوم بياخدوا ابنه على القصر وهو بياخد ابنهم في توك توك على البيت. رانديب بيعمل مراسم الولاده، واديتا بيقول له انا مستني بفارغ الصبر، عايز اعرف اسم حفيدي ايه؟ بيقول له راج. راج رانديب اديتا. وفليمينكي برضه بيعمل المراسم، والكاهن بيقول له هتسمي ابنك ايه؟ بيقول له هسميه بانتو. بيقول له ايه الاسم الهرجه ده يا عم؟ مراته بتقول له ده اسم سخيف جدا. بيقول لهم هو ده اللي عندي. وفعلا العيال بتكبر وشويه وبيروحوا المدارس. بيروح لابنه الحقيقي راج في القصر وهو بيقول له جبت كام في الامتحانات فرحني؟ بيقول له جبت 9%. بيقول له مش مشكله، ايه رايك انا هزودهم لك؟ بيكتب له جنب التسعة سبعة وبقت 97. مامته ياشي بتخش عليهم بتقول له ايه الاخبار؟ بيقول لها شوفي راج جاب درجات ممتازه جدا. بتقول له كام؟ بيقول لها 97%. بتقول له برافو عليك يا حبيبي. بيروح البيت بتقول له عارف ابنك بنته جاب كام؟ بيقول لها جاب كام الحلتها؟ بتقول له 98%. بيقول له سبت درجتين؟ انت عيل فاشل مالكش لازمه، يبقى راهني لو طلعت حاجه فاشل. مرته بتقول له حرام عليك، الواد درجاته ممتازه، ازاي تقول الكلام ده؟ بيقول لها بس افضلي دلعي فيه انت لحد ما هيبقى فاشل زيك. او بيسيبهم ويمشي. وبعد مرور 25 سنه بيظهر معنا الوحش العنيف، الولد المخيف، البطل التي بقدراته هيزفلت الزفاليط، بانتو. بيكون على الحصان الابيض وداخل على قصر باباه الحقيقي رانديب. بيروح يلبس ويشيك وبينزل من العربيه الخاصه بتاعته. بيروح على فليمينكي وبيقول له يا زباله اللي حرمتني من امي وابويا والعز ده كله. بيقول له هو انت لسه فاكر؟ بيقول له طبعا فاكر كل حاجه، فاكر لما بدلتني انا وراج. بيركب الطياره وبيرزع الباب في وشه، ولكن ده كله بيكون كابوس. كالعاده فليمينكي بيصحى منه، بيروح جري يبص على بنته بيقول الحمد لله طالما الزفت ده هنا يبقى ابن راجع عايش في النعيم في القصر. بيروح صحيح بغباء وبيقول لهم كل ده نوم يا فاشل، عمتك بعتلنا جركن مخلل روحاته. بيسيبه ويمشي وبنته بيخرج صوره مامته هو بيقول لها بعد موتك يا ست الحبايب ما لقيتش ايد تطبطب عليا. بيقوم يفوق وبيغسل اسنانه ومره واحده الباب بيخبط. فليمينكي بيقول له خد يلا تعالى، عمك دابس لو سال عليا اوعى تقول اني موجود علشان ليه عندي فلوس. بيروح يفتح الباب بيقول له ابوك موجود جوه يا بنته؟ بيقول له هو
الجوال لانه اقول لك مش موجود. بيخش له جوا وبيقول له استفخس عليك راجل. بياخد اللي في جيبه وبيقول له هرجع اخد الباقي منك. بيجي تاني يوم بيقول له هتقول له اني هنا. بيقول له ماشي يابا. بيروح يفتح الباب بيقول له ما تلجش كتير. ابويا اكيد مش مستخبي ورا الدولاب ولا تحت السفره خالص. الراجل بيخش جوا وبياخد باقي فلوسه وبيمشي. فلمنك بيمسك في بنته وبيقول له انا هعلمك الادب. صراحتك دي هتقتلني في يوم من الايام. بيقول له قلت الحقيقه هخاف مره ولكن انكدب هفضل خايف طول عمري لحد يعرف كدبتي. اخته بتخش تسقف له وبتقول له هو ده الاخ المثالي. تاني يوم فلمنكي بيروح القصر وبيكونوا كلهم في انتظار راج اللي بيكونوا اتخرج وراجع من امريكا. هديتا بيقول لفلمنكي ما تقلقش حبيبك راجل فاشل راجع. بعد 7 سنين قضاهم في عام دراسي واحد راجع من غير اي ميداليه. بيسيبه وبيروح يتصل ببنته هو بيقول له انت فين يا زيف. بيقول له رحت جبت المخلل اللي انت قلت لي عليه. بيقول له طيب روح هات لي عقد فل علشان استقبل به سيدك راج. بيقول له خلصانه وفعلا بياخد له العقد وبيروح له على القصر. بيقرب ناحيه القصر وما بيكونش مصدق المنظر اللي شايفه قدامه. فلمنكي بيخرج له وبيقول له انت ايه اللي خلاك تقرب قوي كده من القصر. بيقول له اهدى يا بابا انا حبيت اخدمك واقرب عليك المسافات بدل ما تشيله وتجيبه لحد هنا. بيقول له لا تسلم هعرف اخش بيه. بياخد منه العقد وبنته بيقول له انا هموت واعرف ليه طول عمرك خايف تدخلني جوه القصر. بيقول له بص يا ابني دي الجنه مش هتخشها الا لو مت وكان عملك كويس. عارف ليه؟ لانك انت عيل نحس مولود مالكش حظ في الدنيا زيي. في الوقت ده راج بيوصل وبيخش بالعربيه بتاعته جوه. فلمنكي بيفرح قوي وبيروح جري وراه والباب بيتقفل في وش بنتو اللي بيكون في منتهى الحزن. راج بينزل من العربيه وفلمنكي بيلبسه العقد. بيقول له تسلم يا خال. بيخش لاهله بيسلم عليهم ومامته بتاخده بالحضن. بنتو بيكون رجع ظبط حاله ورايح يقدم على شغل جديد. بيوصل اخته المدرسه بتقول له يا اخويا ان شاء الله ربنا هيكرمك وهتتقبل المره دي. بيقول لها خلي بالك من نفسك. ومره واحده الشباب دول بيمسكوها من طرحتها وبيجرجروها وراهم. بنتو بيشوف المنظر وبيروح جري عليها. بيكون خلاص هتقع ولكن بنتو بيلحقها في اللحظات الاخيره. اولاد الهرمه بياخدوا طرحتها وبيمشوا. اخته بتقول له انت شفت اللي عملوه. بيقول لها اولاد حرام بقى بس هيعملوا ايه بطرحتك يعني. بتقول له دي رده فعل اخ شاف اخته هتموت. بيقول لها ما متيش وزي الفل اهو قدامي. بتقول له تصدق يالا ما عندك نخوه ولو ماشيه مع ده كربطك انا هيكون احسن منك. او بتسيبه وتمشي. ولكن بنتو بيفضل يدور على الشباب لحد ما بيلاقيهم في الملعب ده. بيخش عليهم اخته بتتصل بيه. بيقول لها ازيك يا اختي. بتقول له ما تزعلش مني لان كلامي كان سخيف معاه. بيقول لها لا ما تقلقيش انا لقيت الطرحه بتاعتك. بتقول له جبتها منهم. بيقول لها لسه هشوف هاخدها ازاي. يلا سلام دلوقتي. ازيكم يا شباب الطرحه دي بتاعت اختي. بيقولوا بصراحه اختك واتك يا اسطى. بيقول له تسلم والله ده من ذوقك. كلهم بينصدموا وبنتو بيقول لهم ممكن بقى تدوني الطرحه. التاني بيقول له هنديك الطرحه بس لما تجيب لنا اختك بدلها. بنتو بيغضب ومن غير كلام بيخش لقدام وعلى السلام والتمام ما بيشوفش حد منهم. ارجع لها. بيروح ياخد الطرحه. ابن الهرمه ده بيقف عليها فبيسحبها بيجيبه على طيبه قلبه. التاني بيوزع بياخد الطرحه بيلفها في الميه. الكره بتفضل تلف نص ساعه لحد ما بنتو بيروح ياخدها. ابن الهرمه بيجي جاري عليه فبيلسعه بيها في وشه. بيمسكه الطرحه وبيخليه يعصرها وانا كمختار برافض ان اقدرها. بيخش عليه اتنين تانيين بيرزع فيهم شمال في يمين. بيخش على الفخم اللي فيهم وبيقول له هات الطرحه. بيقول له مش معايا يا اسطى. بيلاقي الطرحه نشفت ونزلت على ايديه. التاني بياخدها يطبقها وبيقول له احنا اسفين يا كذاب. بيروح علشان يقدم في الشغل الجديد وهو طالع في الاسانسير بيخش عليه الوحش المسير القمر الخطير سماره. مخرج وكاتب ما عندهمش نظر. انت المفروض اسمك لبانه حصانه حضانه. المهم بتقول له طالع عنه دور. بيقول لها مطرح مطروح انا معاكي بهواكي والله يا ملاكي. بتغضب او بتسيبه وتخرج. بيخش علشان يعمل مقابله الشغل بيلاقي هي المديره وماسكه الملف بتاعه. بتقول له انت بنتو. بيقول لها اكيد. بتقول له انت مرفوض. بيقول لها بدون ما تعملي معايا المقابله. بتقول له شكلك مش شكل محامي. بيقول لها بس جايز يكون شغلي شغل محامي. بتقول له طيب خش. دول اتنين متجوزين عندهم مشاكل في حياتهم. جوزها قبل ما يتجوزها قال لها بعد الجواز هسيبك تشتغلي وبعد الجواز خلف وعده وما سابهاش تشتغل. هما الاتنين عايزين يتطلقوا. اعتبر ان دي قضيتك وتعامل معاهم. الراجل بيقول له ما هو مش ذنبي ابويا هو اللي رافض انها تشتغل. بيقول لهم اهدوا خالص ما يحصلش حاجه لما تسيبها تشتغل. وبالنسبه لباباك فانت جوزها مش باباك يعني انت الوحيد المتحكم فيها. بتقول له ما هو المشكله لو اشتغلت مش هينفع اخلف. بيقول لها لازم تعملوا محاوله وحبوا بعض قوي وصدقوني طالما الحب موجود كل مشكله بينكم هتتحل ببساطه. الاتنين بيقتنعوا وبيرجعوا بقرار الطلاق وبيمشوا. بيقول لها ايه رايك. بتقول له انت كده دكتور نفسي مش محامي يا بيه. طفشت الزباين من عندي. بيقول لها ليه الخراب. بتقول له الخراب لو سبتك تشتغل هنا اطلع بره انت مرفوض. بيقرب منها وبيقول لها الشنطه بس او بيسيبها ويمشي. في الوقت ده في قصر رندي بيحضر الفطار وراج بيخش بالعربيه الصغيره بتاعته علشان ما يتعبش ويمشي. بيقعد على الفطار وجده بيقول له دلوقتي يا وحش انت هتنزل معانا الشغل. في شخص اسمه سارانج مجرم وقتال قتلة كل شغله في المداري. انت هتروح تقعد مع اخوه الصغير عشان تبعدهم عننا. راج بينصدم وجده بيكمل كلامه بيقول له الشخص ده كان شغال معانا وبيهرب المخدرات بتاعته في الالعاب اللي احنا بنصنعها وهو بيصدرها لنا بره. لما عرفنا ان هو بيهرب مخدرات في الالعاب بتاعتنا وقفنا الشغل معاه.
وبكده شغله واقف. هيبعت اخوه الصغير علشان يتفاوض معانا ونرجعه يشتغل معانا تاني. انت بقى هتروح تقول له احنا رافضين. باباه بيقول له بالظبط كده. رش بيكون خايف وباباه بيقول له ده اختبار بسيط لي لازم تنجح فيه. وفعلا رش بيلبس وبيروح على الشركه. بيقابل فيجرات اخو سرانج ورندب بيكون مراقب وسامع كل حاجه من بعيد. فيجراند بيقول له انتوا وقفتوا شغلنا وحرمتوا الاطفال من الالعاب بتاعتكم. رندب بيقول له اسالوا الالعاب دي فيها ايه، ولكن رش بيكون خايف يتكلم معاه. فيجراند بيقول له رجعنا الشغل تاني، في ناس معانا بتاكل عيش. رندب بيقول له قول له ده مستحيل يحصل. برضه رش ما بيتكلمش وبيكون خايف يتكلم. فيجراند بيقول له طالما سكت يبقى السكوت علامه الموافقه، وقع لنا هنا يا راج. باباه بيقول له اوعى توقع، قول لهم انا مش موافق، ولكن ما بيرفضش وبيفضل خايف مكانه. سرنج بيخش عليه وبيشيل السماعه اللي في ودنه راج، بيقول له امضي هنا. رندب بيظهر على الشاشه وبيقول له مستحيل نعمل كده، احنا مش موافقين نشتغل معاكم تاني، خد اخوك واخرج من الشركه حالا. وبيقفل اللابتوب. سرنج بيقول لراج باباك راجل عنيد جدا، ولكن وعد مني هندمه وهخليه يرجع في قراره. او بيسيبه ويمشي. في الوقت ده سمره بتروح تقابل زبون ماسك قضيه اخوه وبتقول له للاسف انا مش هقدر اكمل في قضيه اخوه. بيقول لها وايه السبب؟ بتقول له لان فعلا اخوك اعتدى على البنت الغلبانه دي. بيقول لها بفلوسي يخرج، انا هديك اللي انت عايزاه. بتقول له تسلم مش عايزه حاجه وما تاكلش دماغي لحسن اقف في وش اخوه. يلا من غير سلام. بيمسك ايديها وبيقول لها ما هو مش بمزاجك. ما انت بكون في المكان وشايف وسامع كل اللي حصل ما بينهم. بيقول له عندك كليفه قانون 268 الصوت العالي في الاماكن الراقيه. بيخبطه بالازازه دي. بيقول له قانون 503 تهديد جسدي. بيخبطه بالسكينه. بيقول له قانون 2110 قتل متعمد. وبكده يا معلم انا اقدر ادخلك السجن للابد. الكل بيسقف له، حتى بابا رنديب بيكون في المكان وشايف كل اللي حصل. بنته بروح لسماره بتقول له محامي شاطر خليك معايا وانا هعلمك الباقي، من النهارده انت معايا في المكتب. ابن الهرمه بيكون هيضربها، ولكن بنته بياخدها بالحضن وبيبعدها عنه. وصاحبنا ده بيخش في الازاز بيكسره بدماغه. بيقول له يا حمار قانون 308 محاوله انتحار. بياخد سماره ويمشي. ورنديب بيكون معجب قوي بشخصيته القويه. بيروح البيت وبيقول لباباه انا عايز فلوس اجيب هدوم علشان شغلي الجديد. بيقول له شوف يا اخي لحزن الحظ زي كل مره جبت لك الهدوم اللي رماها راج وكمان البرفان بتاعه. بنته بيستسلم للامر الواقع وبياخدهم منه. بيروح يقابل سماره وبيحكي لها ازاي باباه بيعامله. بتضحك وبتقول له بص طول ما انت معايا ما تشيلش هم اي حاجه وتقدر تقول سنارة الحب شنكلتهم يا صديقي. في الوقت ده فيلمينكي بيروح يزور الممرضه اللي تعرف سر ابنه. بيقول للممرضه سيبيني مع اختي شويه ماليش غيرها في الدنيا. بيقعد معاها على انفراد وبيقول لها بقالي 25 سنه في غيبوبه بزورك كل يوم علشان اعرف هتموتي امتى علشان اضمن مستقبل ابني راج. بيكون خلاص ماشي، ولكن الممرضه بتفوق وبتمسك ايديه. الدكتور بيجي جاري عليهم وبيديها حقنه مهدئ. بيقول له ايه ده يا دكتور؟ بيقول له دي اول مره تعملها الظاهر كده انها هتفوق. بيقول له نهار اسود؟ بيقول له نعم. بيقول له قصدي ابيض. او بيسيبه ويمشي. تاني يوم الصبح سماره بتروح مع باباها قصر رنديب. بتقول له ازاي يعني يا بابا؟ ازاي انا اروح للعريس علشان يشوفني؟ بيقول لها يا بنتي دول عيله اغنيه جدا، تعالي بس العريس هيعجبك ويا رب انت تعجبيه ويكون من نصيبك. وفعلا بيخش جوه وبيعرفها على افراد العيله. بيخش عليهم راج. مامته بتقول له راج خد سماره في الجنينه اتعرف عليها. بياخدها بره. بتقول له معاك سجاير؟ بيقول لها لا عيب. بتروح لبتاع الامن بتقول له هات سيجاره يا اخينا. بتاخد السيجاره بتولعها هو بتشد على صدرها بجد مش تمثيل يا صديقي. المهم راج بينصدم وبيقعد معاها. بتقول له كلمني شويه عنها. بيقول لها كنت بحب بنت في الجامعه ولكن سابتني علشان بتحب واحد تاني. هو انت زيها؟ بتقول له ياه انا افظع منها، انا بحب شباب كتير جدا وكمان بحب بنات اكتر. بيقول لها نعم. بتقول له انا قلت لك كده علشان نبدا صفحه جديده. بيرجعوا تاني البيت والكل بيكون مستني القرار. بيقول لهم سماره دي شخصيتها غريبه جدا ولكن انا موافق اتجوزها. سماره بتنصدم وبتروح تحكي كل اللي حصل لبنته. بيقول لها ليه مش عايزه تتجوزي راج؟ دول عيله محترمه واغنيه جدا. بتقول له بس انا مش بحبه. بيقول لها بعد الجواز هيجي الحب، كفايه بس انك هتعيشي في القصر بتاعهم. بتقول له بلاش كدب انت بتحبني صح؟ بيسكت وبيقول لها انت حلم من احلامي ولكن مستحيل اقدر احققه. بتقول له هتقدر وانا معاك. بيقول لها هتغيري رايك لما تشوفي بيتي. بتقول له انا بحبك انت وعايزك انت مش بيتك وفلوسك. وان كنت شايل هم راج انا وانت هنروح لباباه ونعرفه ان احنا بنحب بعض وبكده راج هيبعد عننا. بنته بيفرح قوي ومن بعدها بيقضوا اجمل الايام سوا. في الوقت ده سرنج بيروح يقابل رنديب وبيقول له مش هتغير قرارك. بيقول له مستحيل انا قلت اللي عندي والكلام ما بيننا انتهى. بيقول له خلي بالك انا بكلمك باحترام وانت مش عامل لي اي اعتبار. بيقول له مش هعمل لك واعلى مفخيلك اركبه. بيقف وبيقول له ده اخر كلام عندك. بيقول له ما عنديش غيره. فبيرفع عليه الشمسيه بتاعته وبيخرم له بيها صدره. بيسيبه ويمشي والاسانسير اللي بيطلع فيه بنته بينزل فيه ابن الهرمه. بنته هو وسماره بيخشوا المكتب علشان يقولوا لرنديب ان سماره مش بتحب ابنه راج. بنته بيقول لها الظاهر ان مفيش حد هنا في المكتب. بتقول له اقعد بس زمانه جاي. بنته بيبص في المكان بيلاقي رنديب سايح في دمه. بياخدوه علشان يودوه المستشفى ولكن ابن الهرمه سرنج بيعطل الاسانسير. تفتكر ان بنته هيقتل صديقي؟ لا والله. بينزل في اسانسير الازاز وسرنج واخوه بيكونوا مصدومين تحت. بنته بيشوفهم وبيشك فيهم. بيوقف العربيه بتاعتهم وبيخبط السواق وبيركب مكانه. بيوصل
مستشفى سان، ودي المستشفى اللي اتولد فيها، والممرضه اللي تعرف الحقيقه بتكون فات وبتتنقل لاوضه ثانيه. بتشوف رنديب ومانتو بيدخلوا اوضه العمليات وبيستنى بره. الممرضه بتفضل تشاور على مانتو وفعلا بيروح لها، بيقول لها عايزه حاجه، بتقول له هو ده را بيقول لها قصدك رنديب؟ ايوه هو. انت تعرفيه منين؟ بتقول له هو ايه اللي حصل له؟ بيقول لها مفيش، دخلنا عليه المكتب. ما تقلقيش حادثه بسيطه. بتقول له هو انت ابنه؟ بيقول لها للاسف مش ابويا. فلمانكي وديتها بيحضروا في المكان، بيقول لها هو ده ابويا. بتنصدم وبتقول له لا مش هو ده بابا. بيقول لها هو كده عرب الشبهي بس للاسف هو ده ابويا. بتقول له لا مش ابوه. بيقول لها طيب ربنا يشفيكي، هروح انا اقف معاهم. بتقول له لا وبتمسك فيه، ما بيسمع لهاش، فبترزعه بحته قلم محترم. بتقول له فلمانكي ده مش بابا. بيقول لها انت تعرفيه منين؟ بتقول له زمان لما اتولد، وبتحكي له القصه بالكامل. منطو بينصدم، والممرضه بتقول له سامحني يا ابني، انا السبب في تغيير مصيرك، انا اللي حرمتك من النعيم والعز ومن امك وابوك الحقيقيين. روح لرنديب وقول له انك انت ابنه الحقيقي. روح قول له روح. وبنته بيكون مصدوم، والست بتطب ساكته. الدكتور بيحضر وبيقول له مين ساب المريضه دي هنا؟ بياخدوها ويخشوا جوه. وبنته بيروح يطمن على رنديب والده الحقيقي، والدكاتره بيكونوا شغالين في العمليه بتاعته. بيروح يبص على مامته وهو بيكون في منتهى الحزن. بيخش لها جوه، سمره بتقول لها ده بنته هو اللي انقذ رنديب جوزك. بتقول له شكرا، وهي ماشيه بتقول لاخوها ادي له شويه فلوس وخليه يتقلب من هنا. مامته بينصدم، وسمره بتقول له ما تزعلش منها. جده وديتا بيخش عليه، هو بيقول له تسلم يا ابني، انا مش عارف اشكرك ازاي، تعالي ورايا يا سماره. بتروح وراه، وفلامينكي بياخد بنته ويمشي. بيقول له هم كده الناس اللي معاهم فلوس، تقف معاهم ينطروه. ومره واحده بيشوف الممرضه قدامه، بيقول لهم مالها؟ بتقول له خلاص ماتت. بيفرح قوي ولكن بيبين انه زعلان. بنته بيقول له انت تعرفها؟ بيقول له لا يا عم، انا هعرفها منين يعني؟ بيقول له امال زعلان عليها ليه؟ بيقول له علشان ماتت وحيده، لا ام ولا ابن ولا في حد يعبرها، اكيد عملت ذنب كبير في حياتها. فبيرزعه بحته قلم محترم. بيقول له ايه ده؟ انت اتجننت؟ بيقول له اخرس خالص. بيسيبه ويمشي، هو بيكون في منتهى الغضب. بالليل وهم مروحين، بيقول له كده؟ كده تضرب ابوك يا حنفي؟ ما بيردش عليه. بيقول له اه، هترد بتقول ايه بعد اللي عملته يا نيل الربايه؟ بيقول له ما هو انت لو ابويا الحقيقي كنت هتعرف تربيني صح. بيقول له انت اتجننت؟ وبما اني مش ابوك انت اتولدت ازاي؟ اتزفلطت من السماء على الارض؟ بيقول له لا، انت اللي سحبتني من السماء ورميتني على الارض. بيقول له انت هتصدق كلام الممرضه الهبله دي؟ دي واحده مجنونه بقى لها 25 سنه في غيبوبه، اكيد طبعا صح تقول اي كلام. بيقول له انا ما جبتش سيره الممرضه اصلا. بينصدم وبيروح يقعد على جنب. بيقول له ليه عملت فيا كده؟ ليه حرمتني من امي وابويا وعيلتي بالكامل؟ بيقول له كفايه تانيب يا ابني، انا كل اللي كنت عايزه اشوف ابني عايش سعيد. بيقول له وانا عملت لك ايه علشان تعيشني في جحيم وتعاملني اسوأ معامله من 25 سنه فاتوا؟ بنته بيهدي نفسه، وابن البجحه بيقول له ابوس ايدك يا ابني، ابوس ايدك ما تقولش لحد اي حاجه وخلي السر ده بيني وبينك. بيسكت، هو بيقول له انت اتجننت؟ انا عقل اكبر من كده بكتير، لما اقول لهم مش هيبقى في متعه غير الفلوس وبس، الموضوع اكبر من كده بكتير، دلوقتي انت عرفت اني انا اعرف كل حاجه. بيقول له فين الفايده في كده؟ بيقول له الحريه، انا حر مالكش كلمه عليا، وبطريقتي اكون خدام تحت رجل عيلتي الحقيقيه. او بيسيبه ويمشي. تاني يوم الصبح رنديب بيفوق، ومانتو بيطمن عليه من بعيد لبعيد زي الحراميه. ابنه راج اخيرا بيجي المستشفى، وديتا بيقول له كنت فين من امبارح؟ بيقول له كنت قاعد في البيت. بيقول له في البيت وابوك هنا في المستشفى بين الحياه والموت؟ بيقول له اعمل ايه؟ ما حدش قال لي اجي. بيقول له انت محتاج دعوه؟ وايه الورد اللي انت جايبيه ده؟ اللي موجود هنا ابوك مش حد غريب، صبرني يا رب. في الوقت ده بنته بيكون ماشي، فبيشوف كلا اخو مرات رنديب رايح يعرف تكاليف عمليه رنديب. المحاسب بيقول له حسابكم 120,000. بيقول له خليهم 2 مليون. بيقول له ازاي يعني؟ بيقول له زي ما بقول لك اعمل وهديك 5%. مانتو بينصدم وبيعرف ان في كلاب من كل اتجاه بتاكل في ثروته وثروه ابوه. بيعدي اليوم، وتاني يوم رنديب بيروح القصر. الدكتور بيقول مين الشخص اللي جابه على المستشفى؟ فلمانكي بيقول له ابني بنته. بيقول له طيب هاته هنا حالا علشان عايزينه. بيقول له مش هينفع ابني في الشغل. هديتا بيقول له خليه يجي، انا هموت واعرف انت ليه مش راضي تورينا ابنك. بيقول له يا باشا لو جبته من الشغل هيطردوه. بيقول له انا هشغله معايا. الدكتور بيقول له لازم يجي حالا. فلمانكي بيستسلم للامر الواقع وبيروح يتصل ببنته. بيقول له عملت ايه للدكتور؟ لو طلعت السما برضه مش هدخلك القصر، بس اللي هيجنني انت ازاي خليت الدكتور يصر انك تيجي القصر. بيقول له بص كده بره. بيخرج وبص بره. بيقول له ايه ده؟ بيقول له خطفت ابن الدكتور، وعلشان خايف على ابنه صمم ينفذ كلامي ويدخلني القصر بالطريقه، هسيبك بقى علشان راجع بيتي. وفعلا بيخش جوه لاول مره في حياته، هو بيكون في منتهى السعاده. بمجرد ما بيخش مامته بتقفل الباب وبتخش جوه. فلمانكي بيقول لهم هو ده ابني. هديتا بيقول له مانتو واخيرا شفناك يا عم، ابوك ما كانش راضي يدخلك هنا وكاننا هناكلك لو دخلت القصر. بيقول له انت شغال مع سماره خطيبه راش صح؟ بيقول له بالظبط كده. بيقول له بتديك كام؟ بيقول له 5000 روبيا. بيقول له انا هديك 60,000 روبيا وتشتغل معايا هنا. فلمانكي بيقول له لا طبعا، الفلوس الكتير هتبوظ اخلاقه. بيقول له مالكش دعوه انت، من النهارده مانتو هيشتغل معايا. بيقول له هتشغله ايه عندك؟ ده عيل فاشل ملوش في اي حاجه. بيقول له هيمسك الحسابات مكاني في الشركه، انا كبرت خلاص، هو هيكون ضلي في الشركه ومعايا برضه في البيت. يلا يا بنتو خش خد لفه في القصر وابقى ارجع لي تاني. بنتو بلف في القصر وفعلا بيرجع له تاني. بيقول له ايه رايك في القصر؟ بيقول له انا حاسس اني في الجنه. المهم بقى خلينا في الشغل، هنبدا بيه.
البيت، بيقولوا في شخص اسمه سرنج مش عارفين نتعامل معاه ولا نبعده عننا، بيقولوا انا اتعامل معاه ومع اللي يتشدد له، يلا بينا نروح له. وفعلا بيروح لهم المنيا بتاعتهم. هديتا بيخش جوه ومانتو بيستناه بره. هديتا بمجرد ما بيخش جوه بيخرج له دراع سرنج اليمين، بيقولوا المره اللي فاتت اللي اسمه مانتو ده انقذ حياه ابنك، المره دي مين هينقذ حياتك انت؟ بيزيح بعيد وبيكون خلاص هيقع، ولكن بانتو بيحضر وبيجي جاري عليه. تخيل يا صديقي في مسافه ما بينهم كيلو ونص، بس الحمد لله ما بيلحقوش، دي تبقى مصيبه لو كان لحقوا. المهم بيخش عليهم هايج، بيكسر الاثنين اللي قدام البوابه، ورفصه والتانيه بيجيب نهايتهم. دي بدايتكم يالا، بيقول لهم مين اللي زقوا، محدش بيتكلم، ما بينزل تخبيط فيهم. طير يالا، انا نفسي اعرف الهندي ده بيعمل ايه علشان يوصل لليفل الكذب ده. انا من كتر تلخيص الافلام الهندي كنت عايز انزل من العربيه واشيلها امبارح، الكذب مش كده يا مالتو. المهم صديقي بيكسر في عظمهم بغل علشان اللي عملوه في جده. بعد العلقه دي بينضفوا هدوم جده وبيمسحوا له الشبشب بتاعه وبيقعدوا في المركب على البحر. مالتو بيقول لهم مين اللي زقوا، الشخص ده بيقول له يا عم اللي زقوا انت كسرت عظمه من زمان، خلاص بقى المسامح كريم. بيسيبهم وبيروح يقعد مع فيجرات اخو سرنج، بيقول له شفت عملت ايه في رجالتك، سلخت جلدهم كلهم ومش سايب ورايا اي دليل ان انا ضربتهم، بالظبط زي ما اخوك ضرب رانديب وما سابش وراه اي دليل. فلو قربتوا تاني ناحيتنا اقسم لك المره الجايه مش هيبقى ضرب في العظم، هيكون الضرب في القلب، فهمت يا كلب؟ طبعا مش هترد بعد اللي شفته. يلا بينا يا عمو، خلينا نمشي ونشوف اللي ورانا. بياخد ايديه وبيكون ماشي بيقابله في طريقه سرنج. هادي بيقول له هو ده اخو سرنج. بنتو بيقف قدام العربيه بيقول له ايه العربيه الزباله دي، يا ترى مين اللي راكبها؟ سرنج بينزل له بيقول له معلش يا فنان ممكن صوره معاك، وهو بياخد الصوره معاه بيبص على الشمسيه بتاعته بيقول له لا حلوه الشمسيه دي عجبتني، بس بلاش تستخدمها تاني علشان ما استخدمش ايدي ضدك. وجده بيكون في منتهى السعاده بيه، بيقول له والله يا عم يلا خلينا نخلص شغلنا، عايزك تشتري الاثنين زي العربيه دي علشان المره الجايه اكسرهم على دماغهم. بيرجعوا تاني القصر وبندو بيروح المكتب لرانديب، بيقول له قالوا لي انك عايزني، بيقول له انا مش عارف اشكرك ازاي على كل اللي انت عملته وبتعمله معانا، بيقول له كلها حاجات عاديه، بيقول له لا الحاجات دي كانت ناقصانا وانت الوحيد اللي عرفت تكملها رغم انك لا تعرفني ولا اعرفك ولا في اي صله تربطنا ببعض، بيقول له لا في انت دلوقتي مديري في الشغل. مره واحده مراته بتعدي وهو بيكون جواها ملامه ناحيه رانديب، بانتو بيعرف ان في مشكله ما بينهم فبيسيبهم وبيخرج بره لايديتا. هيدا بيقول له رانديب كان بيتكلم معاك في ايه؟ جاب لك سيره مراته، انت عارف بقى لهم 7 سنين ما بيكلموش بعض، ليه حضرتك قاتل واحد من عيلتها؟ هو مش معقول كده، حتى في دي بتكذبوا. المهم بانتو بيقول له لا ما تكلمش معايا في الموضوع ده. تاني يوم بيروح الشركه بيقابل فلومينكي بيهزقه كالعاده وبيفوق لاخوات ياشو اللي بيلهفوا فلوس من الشركه باطل. بيرجع تاني القصر وبيدي الاديت حسابات الشهر، بيقول لهم ايه المصاريف دي كلها؟ 25000 بنزين و25000 اكل و100000 قهوه، انتوا بتشربوا قهوه ام حسن ولا ايه؟ بيقول له انت عارف عندنا موظفين كتير. بانتو بيقول له العيال دي نصابه، انا متابع كل تحركاتهم وحسابات الشهر كلها 50000 وهم لاهفين ال100000. هديتا بياخدها جري وراهم وياشو بتقول لهم في ايه؟ بيقول لها الكلاب دول بيسرقوني، بيقول له مين اللي قال لها؟ بيقول لها بانتو، بتقول له انت هتصدق واحد زي ده وتكذب اولادك؟ بيقول لها لان بانتو ما بيكذبش، بتبص له بقرف بتسيبه وتمشي. بالليل بانتو بيخرج مع راج وسماره وبيقول لراج انا اعرف اماكن كتير رومانسيه، تحب اوديك فين انت وخطيبتك؟ بيقول له شوف سماره، بيقول له طيب بعد ما تتجوز ناوي تقضي شهر العسل فين؟ بيقول له شوف سماره، بيقول له طيب بعد ما تتجوز هتكمل في الشركه مع باباك؟ بيقول له ما اعرفش شوف سماره، بيقول له طيب انت ناوي تتجوز امتى؟ بيقول له ما اعرفش شوف سماره. لا الواد ده راجل، ده انت ما حصلتش ست يالا، ولا انت مش معايا يا صديقي؟ سماره بتقول له بانتو ما تستهبلش ولازم تعرف الكل الحقيقه. راج بيقول لها ايه ده؟ هو انت تعرفيه؟ بتقول له يا ريت اعرفه بس، وكمان بحبه وبيحبني، وبنقعد انا وهو لوحدنا في المكتب، واما كنا نقعد ناكل معاكم كنا بنلعب برجلينا من تحت السفره. راج بينصدم وبيقول لهم ازاي؟ مش تقولوا لي العب معاكم؟ لا مالكش حق يا مانتو، تعالى راجع ام كوكلي هيلعبك على طريقته الخاصه. المهم سمره بتقول له مانتو اتكلم قول اي حاجه، بيقول لها قول ايه؟ فبتاخده بوس على الطاير، صديقي اللئيم عارفك مستني البوسه مش هوريها لك. المهم بيقعدوا معاه في الكافيه وبيفهموه انهم بيحبوا بعض على الهادي. راج بيفضل مصدوم وسمره بتقول له احنا حاولنا نقول لك كتير ولكن حصلت حاجات كتير تمنعنا، بيقول لهم بالعكس يا شباب انا مبسوط جدا انكم بتحبوا بعض، انا بحبكم قوي بحبكم خالص. بانتو بيقول له هي دي ردت فعلك؟ مش حاسس انك غضبان؟ بيقول له مش عارف، بيقول له ما هي دي مشكله اولاد الناس اللي معاهم فلوس ما يعرفوش ياخدوا قرار في حياتهم. العب مش عليك يا ابني، العب على اهلك اللي معاهم شخصيتك وبقوا هم المتحكمين فيه لحد ما عدموا احساسك ومشاعرك بالكامل. استرجل يالا، دماغك لسه دماغ عيال، معك طباخ في البيت حايس وراك بالاكل، معك عربيه بتخرج بيها من اوضتك زي الاطفال، ما تعرفش حاجه عن شغل ابوه، لو مات ابوه وفلوسه اللي هتورثها خلصت منك هتصرف منين بعد كده؟ وانت ما تعرفش تجيب القرش، ما تعرفش حاجه عن رجوله جدك، كل اللي يربطك بيه اسمه وبس. بيقول له عندك حق انا كده بالظبط، من النهارده هكون راجل، شخصيتي قويه وقراراتي من دماغي وهركز في مستقبلي وهبص لحياتي. بيروح في نص البيت او بيزعق زي الجحش بيصح البيت بالكامل، بيقول لهم اسمعوا يا نواش من النهارده مش هاخد جنيه من حد وهصرف على نفسي وهشتغل وهعمل المستحيل علشان ابني
مستقبلي. انت جدي هتعلمني كل ده من النهارده، هاخد قراراتي بنفسي، هو ما حدش تاني فيكم هيدلعني. مامته بتقول له انت ايه اللي حصل لك؟ بيقول لها فوقت من اللي انت كنت منيماني فيه، واللي فوقني هو بنته. جده بيفرح قوي وباباه بيكون في منتهى السعاده، اما امه زي اي ام. المهم تاني يوم بنته بيقرا الكف لمرات كيلا، بيخلص معاها، هو بيلف يلاقي يشوف وشه اللي هي مامته الحقيقيه. بتقول له طيب وانا اقرا لي الكف؟ بيقول لها انت مش محتاجه اقرا كفه لان كل حاجه مرسومه على وشك. بتقول له ايه اللي مرسوم؟ بيقول لها انت وجوزك في مشاكل كبيره ما بينكم ومش عارفين تحلوها لحد دلوقتي. رنديب بيحضر في المكان، هو بيكون سامع كل اللي حصل، بيكون في منتهى الغضب. وايديتا بيقول له يلا قوم بينا نمشي يا بنتو. يا شو بتقول له استنى يا بابا. قول لي يا بنتو عرفت ازاي؟ بيقول لها باب اوضتكم على طول مقفول، لو عرسان جداد كان هيبقى الموضوع عادي، انما انتوا بقى لكم 30 سنه متجوزين يبقى اكيد بتقفلوا الباب علشان في مشكله، او ممكن يا صديقي ايام الاسبوع كلها عندهم خميس. المهم بنتو بيكمل كلامه، هو بيقول لها رغم ان رنديب مضغوط في شغله ولكن بيرجع البيت كل يوم في ميعاده الساعه 6 علشان يثبت لك انه بيحبك وان عيلته هي كل حياته. بيعمل كده علشان يكفر عن ذنب عمله. بتقول له ايه هو الذنب؟ بيقول لها كان يعرف عليك واحده اسمها ايشا من 7 سنين فاتوا، هو من 7 سنين لحد دلوقتي لا انت ولا هو عارفين تصالحوا، وعلشان تكملوا حياتكم سكتوا، كل اللي في البيت عارفين اللي حصل ورافضين يتكلموا علشان خايفين من يوم النكد في البيت. هو انت يا عم الحاج ما عرفتش تتكلم معاهم؟ يا اما تصالحهم او تطلقهم. رندي بيغضب وبيروح يلزقه بحته قلم محترم، بيقول له انت فاكر نفسك مين؟ ملاك نازل من السماء ما يعرفش الكذب؟ لو تعرف قيمه الحب هتعرف انك لازم تكذب في حاجات كتير علشان ما تجرحش اللي بتحبه. بيقول له انا ما اعرفش الحب. اللي ما تعرفوش انت ان قوه الحب في صدقه، جرب تكون صادق في حبه صحيح هتجرح اللي قدامك ولكن هتقوي علاقتك بالطرف الثاني. يا شو بتتاثر؟ ورنديب بيقرر يعيد حساباته. بتيجي الساعه 6، بنته بروح لاديتا وبيقول له ان شغله خلص هنا، بعد اذنك انا هروح. وفعلا بيسيبهم ويمشي، وبالليل يا شو بتكون قاعده لوحدها. رنديب بيخرج لها واديتا بيكون شايفهم، بيتصل ببنته وبيقول له انت ولعتها ومشيت. رنديب خرج لمراته بره، بيقول له يا عم دول بقالهم 7 سنين ما اتكلموش، سيبهم يفضفضوا مع بعض. يا شو بتقول له ليه عملت كده؟ ليه خنتني؟ انا علشانك حاربت بابايا، حاربت العالم كله واتجوزتك، بعد ده كله تخني؟ هي دي جزاتي؟ بيمسك ايديها هو، بيقول لها جايز اتاخرت علشان اتكلم معاكي، بقالي 7 سنين مش قادر ابص في عينيكي، حاسس اني عار ما استحقكيش، ما كانش عندي الجرأه اتكلم معاكي، ارجوكي سامحيني انا اسف. بتاخده بالحضن وبيكونوا هما الاثنين في منتهى الانترفانتاس. اديتا بيتصل ببنتو وبيقول له خلاص حضنوا بعض يا معلم. بيقول له مبروك يا عمو، سيبني بقى اتعشى ولا عينيك في اللقمه اللي قدامي دي. بيقفل معاه، وتاني يوم بيعملوا حفله بمناسبه رجوعهم لبعض، وطبعا اللي بيحيي الحفله بنتو وسماره، بيرقصوا وبيولعوا الحفله بالكامل، الكل بيكون في منتهى السعاده. ويا شو بتروح تغسل ايديها في الحمام، بترفع دماغها وبتلاقي سرانغ وراها، بيقول لها ازيك يا عمته، يلا بينا معايا من سكاب، وبيخطفها ويمشي. بيتصل برنديب والكل بيكون سامع المكالمه اللي بيقول له فيها انا سكت لك كتير ولكن مش هسكت اكتر من كده، يا اما تمضي العقود ونرجع نشتغل مع بعض، يا اما هخلص على المدام بتاعتك، تبعت لابنك في المحطه المهجوره يمضي العقود وياخد المدام ويمشي. وفعلا رنديب بيمضي، ورش بيقول له مش هتيجي معايا، انا هروح لوحدي. بيقول له يا ابني دي حاجه خطر جدا. بيقول له انا اللي هروح يا بابا. خلص الكلام. وفعلا بيمشي، ورنديب بيقول لباباه انا قلقان قوي على راج، اللي اسمه سرنغ ده مش سهل خالص. بيقول له ما تقلقش عليه انا خلصت كل حاجه. وفعلا سرنغ واخوه رجالتهم بيكونوا مستنيين راج، بيفتحوا له الباب ولكن اللي بره ما بيكونش راج، بيكون الوحش المكير بانتو. بيخش جوه بيلاقي مامته متكتفه، بيضحك لها فبتضحك له، بيخش عليه ابن الهرمه ده فبيكسر له رقبته. اشرب يالا. اللي بعده هنا هساعده. بيخش عليه التاني بيكنس بيه المكان، بيخش عليه التالت بيكدب بيه في المكان. يا سلام يا سلام ايه الفخامه دي يالا. الواد نازل بتقولوا عليهم كاسح ماسح لاحس الارض بيهم. سرنغ بيظهر له فبيفضل ثابت مكانه لحد ما بيخرج له، بيرزع كومبونيه في بطنه بيعديها بمزاجه علشان المخرج اللي قال له. المهم سرنغ بيقول له ليه واقف جنب ليلى دي كتف بكتف؟ بيقول له لان الدم بيحن يا جن. بيقول له يعني ايه؟ بيقول له كلام كبير مش هتفهمه. هو بيرزع بدماغه بيبعده وبيرفزه برجله بيطيره 100 كيلو في الهواء، والقلب خلاص استوى لان كتب الهند من اعلى مستوى. المهم بيمسك اخوه وبينزل به انترفيكس على الطاير، بيكون خلاص هيقتله ولكن سرنغ بيخرج شمسيته وبيكون خلاص هيغزه. تفتكر انه هيغزه يا صديقي؟ لا والله، رغم انه بظهره بيشوفه وبيبعد بيخليه يجيب الشمسيه في بطن اخوه. بيقول له البس يا معلم. بيروح ياخد مامته اللي بتكون في منتهى السعاده. في الوقت ده اديتا بيقول لابنه رنديب انت مستغرب انا ليه بعت بنته وانقذ مراتك ومخليه معايا في كل حاجه؟ لان بنته ده هو وارث عائلتنا الوحيد، هو ابنك الحقيقي. لما قرب مننا كنت فاكر انه هيعترف بكل حاجه وهيقول انه هو ابننا الحقيقي علشان الشركه والقصر والفلوس، ولكن ما قالش وفضل عايش وسطنا يحل لنا في مشاكلنا، وده اثبت لي انه مش طمعان في اي حاجه. بيقول له انت اتاكدت منين؟ بيحكي له عرف ازاي وبيروح يقعد مع فليمينكو وبانتو. بيقول له فليمينكو مش عايز تقول لي حاجه؟ بيقول له لا انا فاكرك انت عايزنا علشان تتكلم معانا. بيقول له فكر إيه انت مش عايز تقول لي حاجه؟ بيقول له لا مفيش. فبيقوم يرزعه حته قلم محترم وبيقول له بقالك 25 سنه حارمني من حاجة.
حفيدي؟ ومش عايز تقول ان بنته هو حفيدي الحقيقي؟ بينصدم بيقوله ايوه حفيدي ومن دمي ووريثي ووريث ابن رنديب الوحيد. انا معرفتش منه. لما كنا في المستشفى سمعت الممرضة وهي بتتكلم معاه. وانت يا بنتو ازاي ما انتقمتش منه؟ بيقول له انتقم من مين؟ اللي زي ده اخره اشفق عليه. عنده ولدين ولكن ما فيش واحد فيهم معترف بيه. ابنه الحقيقي راج وانا اللي رباني وكبرني. ودلوقتي لنا ولا ابنه راج معترفين بيه. بقى له 25 سنه مرعوب وخايف اللي عمله يتكشف. وهو اتكشف على حقيقته. بيقول له انت مش زعلان من حد فينا ولا طمعان في اي حاجه؟ ليه جيت القصر هنا؟ بيقول له مش الاهالي بس اللي بيحبوا يشوفوا اولادهم مبسوطين، الابناء برضو بيحبوا يشوفوا اهاليهم مبسوطين. لما اشوف امي وابويا في حياتهم مش مبسوطين ازاي هكمل حياتي مبسوط؟ طالما انا عايش ازاي هسيب ابويا غرقان في مشاكله مش لاقي حد يقف جنبه؟ ازاي اشوف جدي بيتالم وزعلان على زعل ابنه؟ لما شفت انكم محتاجيني ما قدرتش اكون بعيد وقررت اكون جنبكم. وطول ما انا عايش مفيش حاجه هتقف في وش ابويا ولا تعكر مزاج جدي ولا حزن يبعد ابتسامه امي ولا اي حاجه تزعلها. انا جيت هنا يا جدي علشان احول البيت ده لنعيم حقيقي، والحمد لله خلصت اللي جاي علشانه وجه الوقت علشان امشي. رنديب بيكون سامع كل اللي حصل، بيقف ثابت ودمعته بتنزل من عينيه. بيقعد هو بيقول له قلت لك يابا، قلت لك ان ابني المفروض يكون نفس مواصفات بنتو. هو بيفضل يعيط. بنتو بيروح له وبيقول له اهدى يا عم الحاج. طب اهدى يا سيدي. طب اهدى يابا. بيقول له قلت ايه؟ قول كده تاني. بيقول له اهدى يابا. بيبص على دماغه وبيكون في منتهى السعاده. بيقول لهم يلا علشان نقول ايشو ونعرف ان ابنها الحقيقي هو بنتو. بنتو بيقول له لا مش هينفع، الحيوان ده بدلني وانا صغير. وهي مدركه ان ابنها الحقيقي هو راج، ربته وكبرته وحبته، مستحيل هتقبل اني انا اخد مكانه. بلاش تكسر قلبها بخبر زي ده. ولكن مامته وراج بيكونوا شافوا وسمعوا كل اللي حصل من فوق. مامته بتنزل عليه جري وبتاخده بالحضن. فليمينك بيكون واقف محتار مش عارف يعمل ايه. ابنه العر راج يا شو بتقول له ما تقلقش، بنته هيعلمه اصول الشغل وهيفضل معاه في الشركه. بالليل فليمينك بيكون مستني الباص علشان ياخده، ولكن راج بيخش عليه بالمكنه الجديده بتاعته. بيقول له الباص متاخر صح؟ طيب يا عم عارف رغم انك راجل مش تمام ولكن حابب اشكرك لانك ربيتني. ايه رايك في المكنه دي؟ بيقول له اللي اداك ادينا يا عم. بيقول له دي مش بتاعتي، انا جبتها لك انت هديه. بيفرح قوي وبياخدها جري في الشارع. وهنا بينتهي الفيلم. ما تنساش يا صديقي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتحط كومنت من قلبك وتحط لايك للفيديو لو عجبك وتروح تعمل لي فولو على انستجرام وتشترك في باقي القنوات بتاعتي. هتلاقي الرابط في صندوق الوصف وفي اول كومنت. وخش خد لفه في القناه هنا شوف كل الفيديوهات اللي فاتت وصدقني هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.